بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. اليوم راح نتكلم أنا وياكم عن الأفعال السببية وشلون نحل عليها السؤال. طيب، هو موضوع قواعدي، هو عبارة عن ثلاث مواضيع، هما الهاف والجيت والميك. طلابنا الغوالي، قبل لا أبديلكم بهذا الموضوع، عندنا بس هيك هذا فقرة كلش بسيطة، وهو موضوع الرسمي والغير رسمي. عندنا فد أشياء رسمية، كلمات رسمية وكلمات غير رسمية. الكلمات الرسمية يعني معناها الكلمات التي تستخدم بشكل رسمي بالمحكمة، بالمدارس، بالأخبار. يعني هسه مثلا عندي كلمة occurred و happened، هذني هذه formal وهذه informal، يعني حدثة معناها حدثة، يعني وقوع الحدث. طيب injured و hurt، injured hurt، alerted و called، investigate find out، property stuff، هذني هو معناهن قدامك اخوان. هذني كلش مهمات، تعال خلينا نشوفك شلون يجونك بالامتحان. باوعلي على هذني الكلمات injured hurt، شوف قايل لك الانجرد تصير hurt. طيب الارتد شو تصير؟ هاي وني الارتد شو تصير؟ cold. راح نجي هنا نكتب انا وياكم cold، بس سلامة خيركم. نفس الحالة بهو اللي في مرة من السنين الوزارية قايل لك the informal، شوف شلون لوتي ما قايل لك، مطيك مثال قايل أريد the informal، أريد الشيء الغير رسمي لأي كلمة. إيه هون هي property، إيه هون شنو الغير رسمي مالتها؟ staff. بس هيك موضوع بسيط حبيت أقول لكم عليه لأن مهم، وكل سنة يجي بالامتحان الوزاري عليه درجتين، ركزوا لي عليه، حفظوه spelling. طيب الآن راح نحكي عن الأفعال السببية. أخوان الأفعال السببية هن ثلاثة. شنو يعني أفعال سببية؟ هي مجموعة الأفعال التي تحدث بعد أن يكون هنالك مسبب أو فاعل سبب في جعلها. يعني طبعاً هي تعتبر مثل المبني للمجهول، أكو فد شخص راح يقوم بالفعل. إحنا هذا مو مهم، المهم شلون تجيني بالامتحان. أخوان أول نمط من الأسئلة وهو اختيارات، وهذا النمط حيل سهل، إذا جاب لك إياه أنت ضامن هاي الدرجتين حتى لو كل شيء ما تعرف بالإنجليزي. شوف القاعدة هي فاعل زائدا هاد أو جوت، أي واحدة من هذين الاثنين زائدا مفعول به زائد تصريف ثالث. يعني الهاد والجوت تحط لها اللازم مفعول تصريف ثالث، الهاد والجوت تحط لها اللازم تصريف ثالث. أما الميد فتخلي لها دائما فعل مجرد هيك. يعني هاي هي القاعدة مالتن، ضروري لازم تحفظ هاي القاعدة. ولكن هسه أنا ياكم عندنا اختيارات ما راح نتعب بهم كلش سهلات. شوف لي هاي الأمثلة المحلولة، من شفت كلمة ميد لازم اختار تصريف ثالث لو فعل مجرد؟ لا، لازم اختار ستوب. طيب ليش ستوب؟ ليش ستوب؟ لأن الميد تجي وياها فعل مجرد، ميد فعل مجرد. النقطة الثانية قايل لي جوت لو ميد، أيضا منطيني فول هي فعل مجرد. شوف شلون لوتي جايب لي ميد لو جوت؟ لا، قل لي ميد. طيب ليش؟ لان هذاك فعل مجرد. يعني اذا اجاك فعل مجرد هنا اختار ميد، اذا لقيت ميد اختار فعل مجرد، اذا لقيت هنا هاف اختار تصريف ثالث، اذا لقيت تصريف ثالث اختار الهاف. رقم ثلاثة ايضا لقيت لوك، طالما لوك فعل مجرد فاذا اختار الميد لان الميد هو الفعل المجرد. الرابعة من لقيت الهاد، الهاد يجيها تصريف ثالث، اذا راح اقول تيك. الخامسة من لقيت الجوت، الهاد والجوت هي التصريف الثالث، إذا راح أقول فيكست. هنا من لقيت الهاد لازم اختار تصريف ثالث للفعل. الهاد والجوت هي التصريف الثالث، والميد تاخذ فعل مجرد، لا تنساه. يلا هذنا عليك، حل انت. هنا قايل لي ميد راح اختار جو لو وينت، ها يلا انت حل لي اياها، يلا حل لي اياها. يلا ما راح اعد هنا انا، والله ما راح اعد، اريد اخليك انت تجرب. يلا دز لي اياها على التليجرام خليني اشوف. النمط الثاني من الاسئله وهو يطلب من عندك حل، يريدك انت اللي تحل هذا السؤال. اخوان ركز لي هنا شويه، عف لي كل شيء وانتبه يمي زين على كل كلمه راح اقولها، لأن أريدك تفهم هذا الموضوع. هذا كلش مهم وكلش سهل بس يراده شوية تركيز. أخوان أنا راح تجيني بالامتحان جملة وراح يقول لي rewrite the sentence أو write the sentence ويا من واستخدم الهاف أو الجوت. إحنا هسه راح نحكي عن حل قاعدة الهاف والجيت، بعدين راح نحكي عن الميد. يعني هو لو يجيني بالامتحان يقول لي أريد تحل جملة عن طريق الهاف أو جيت
أو يقول لي نطيني ميد. إحنا هسه راح نحل أو راح نشرح طريقة الهاف والجيت، طريقة الهاف والجيت شلون راح أحل. إخوان النقطة الأولى أو الخطوة الأولى أنا لما أحل أول ما أبدي بإيجاد الفاعل، أول شغلة لازم ألقى الفاعل. شو أسوي؟ لازم ألقى الفاعل. زين الفاعل شلون ألقاه؟ شن هي الخطوات اللي راح تساعدني حتى أنا ألقى فاعل؟ شن هي الخطوات اللي راح تساعدني حتى ألقى الفاعل؟ الفاعل أرجوك وياي، أرجوك وياي، أكو طلاب أنا مستواهم ضعيف، أريد الكل يفهم هذا الموضوع. الخطوة الأولى شن نسوي؟ نلقى الفاعل. شلون نلقى الفاعل؟ أكو أكثر من طريقة حتى نلقى الفاعل. الخطوة الأولى نلقى الفاعل. طيب شلون ألقى الفاعل؟ أول خطوة ممكن أشتقها، يعني إذا لقيت الماي أسويها آي، وهاي عندي بشارة لك صراحة أقول لك على هاي النقطة، حتى لو ما افتهمتها لا تخاف، كل سهلة، هي سهلة أصلا راح تفهم أنت. إذا لقيت الآي ماي يصير آي، إذا لقيت الهز تصير هي، إذا لقيت الذير تصير ذي، إذا لقيت الهير تصير شي، إذا لقيت الهير تصير شي. شلون ألقى الفاعل؟ من خلال الاشتقاق. طيب إذا ما لقيت هذني أنا أصلا، يعني أنا بالامتحان ما لقيت هذني، شو راح أحل أستاذ العلم؟ بكل بساطة تعالوا وياي، راح تلقاه بعد الأوف، مو تلقى أوف، ورا الأوف هو راح تلقى الفاعل. لا تخاف هسه راح تفتهم من خلال الأمثلة. اليوم أحل لك أسئلة وزارية من 2014 لحد 2023 لحد الدور هاي السنة. طيب زين، أو مرات يكون الفاعل آي، مرات يكون هو الفاعل آي نزله مثل ما هو، والله ما عوفك إلا فهمه، إلا فهم الكيا وبفيديو واحد. الخطوة الأولى شن هي؟ ألقى الفاعل. شلون ألقى الفاعل؟ يا أما أشتقه، إذا لقيت هز أسويها ماي، هي إذا لقيت الماي. إذن الخطوة الأولى هي الاشتقاق، يجوز ألقاه. طيب ما لقيت هيك، أنا ما لقيت هذا الماي وهز جماعتها ما لقيته، طيب راح تلقاه ورا الأوف، مو هاي أوف؟ إيه هذا وين؟ مثلا هسه هاي a picture of the lady، lady هو الفاعل، راح نطلع الفاعل. زين ما لقيت لا lady ولا لقيت هاي، راح تلقى الفاعل آه، تحط أنا فاعل، انتهى الموضوع. هاي الخطوة شنو الأولى؟ لقينا الفاعل. الخطوة الثانية راح استخدم get أو have. استاذ استخدم ال get لو ال have، أي وحدة صحيحة. إذا هو حدد لك بالامتحان خلاص الأمور طيبة، ما حدد لك أي شيء هو أصلا بالامتحان يحدد لك، غالبا يقول لك استخدم ال get أو يقول لك ال have، اثنينات نفس الشيء. طيب الخطوة الرابعة إيجاد المفعول به. شلون نلقى المفعول به أصلا؟ المفعول به تلقاه ورا الفعل took. طلابي ها وينهم الأبطال الغوالي اللي حافظين الأفعال الشاذة وياي؟ استاذ انا طالب جديد وما قاري افعال شاذه، عادي ماكو اي مشكله، هن اصلا كلهن 10 افعال راح تحفظهم وياي هسه، بس اصلا اذا ما قاري افعال شاذه ضروري ترجع تعيد الافعال وعادي راح تفتهم الموضوع وياي. طيب اذا النقطه الرابعه ايجاد المفعول به نجده بعد الفعل الرئيسي. طبعا احنا علي من راح نطبق؟ راح نطبق على القاعده. النقطه الرابعه الخامسه عفوا ايجاد الفعل. شلون القى الفعل او شلون احول الفعل الى التصريف الثالث؟ افعال تصريف ولو تحط ايدي لو يكون شاذ، واحنا حافظين الافعال الشاذه ما قاره نرجع اقراها. النقطه السادسه هذن الكلمات اذا اجنك حذف، متى ما لقيت إيه هاي الكلمه ارجع ليها بحذف، ما لقيت هاي الكلمه احذف، احذف من هذين الكلمات ما راح نحتاج، بس والله ما اوفق الا عندك يا حنا. خطوات الحل، الخطوه الاولى القى الفاعل، اذا لقيت اي هي الخطوه الاولى شو اسوي؟ اشتق. إذا لقيت من هذني هاي ألقى الفاعل، أنا أدور على الفاعل. إذا لقيت ما يصير آه، إذا لقيت ذير يصير ذي. الخطوة الثانية ما لقيت هذني، شو أسوي أنا؟ حط اللي ألقاها ورا الأوف، ألقى الفاعل وين؟ ألقى الفاعل ورا الأوف. الخطوة النقطة الأخرى مرات الفاعل يكون آي أنا، بس أنزل آي أنا، هو الفاعل نفسه. طيب النقطة الرابعة نختار فعل سبب اللي هو ها جيت او هاف، هو راح يحدد لي بالامتحان. النقطه الرابعه ايجاد المفعول به. شلون القى المفعول به؟ القاه ورا الفعل، مو عندي تيك ياخذ، مو عندي بلاي يلعب، شكو شيء يجيك ورا الفعل هو مفعول به. هاي المعلومه حتى باللغه العربيه احنا نعرفها، فاعل وفعل ومفعول به. زرع احمد الارض، الارض هي مفعول به مو، او احمد زرع الارض، فعل ورا الفعل مفعول به. طيب هاي معلومه عامه، اذا المفعول به وين ألقاه؟ ألقاه وراء الفعل. النقطة السادسة نحذف الكلمات التالية. تعالوا يا خلونا نطبق. طيب
تعال يا أنا جتني هاي الجملة، جتني هاي الأمثلة. طبعا هاي الأسئلة الوزارية راح أحل لك إياها من سنة 2014 لحد 2023، كل الأسئلة راح أحل لك إياها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اجتني الجمله، قال لي a photographer took a picture of the lady. Rewrite، اعد كتابه الجمله واستخدم get. ايش راح استخدم فعل مساعد؟ get. هذا السؤال بالامتحان الوزاري، هذا السؤال جايك اكثر من 6 مرات 7 مرات وزاري مكرر. تعال خلونا نحل هاي الاسئله ونشوف شلون حلينا وليش حلينا هيك. الخطوه الاولى القى الفاعل. من هو الفاعل؟ the lady. استاذ انا ما فهمت ليش اختاريت lady؟ احنا مو قلنا المفعول به راح الفعل الفاعل راح نلقاه ورا ذا ليدي الاوف. شوفي هذه الاوف وهي الاوف وراها الفاعل. اي هذا وين جبت الفاعل؟ خليتها بالبدا. استاذ انا هاي وين القاعده؟ تعالوا يا حبه 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 حبه، ما اعرفك يوم بالاخير اكتشفتها هذا الموضوع. انا القاعده مالتي فاعل وهذا اوقيت ومفعول به وتصريف ثالث. الفاعل انا عرفتك شلون طلعه، اختار الهاد لو جيت، هو قايل لي اختار هنا الجيت. المفعول به والتصريف الثالث حبه حبه كل شيء ما عندنا. انا عندي اوف اي هذه هنا، هذا هو الفاعل. ذا ليدي جبته خليته هنا بالبدايه وفقا للقاعده، جبت الفاعل ليدي حطيته هنا. طيب وراها شنو؟ اختار هاد لو جيت، لا اختار جوت. طيب ليش؟ لان هو قايل لي حسب القاعده هاد لو جوت اختار جوت. طبعا اكيد جوت لان القاعده تقول جوت. طيب وراها شنو؟ مفعول به. من هو المفعول به؟ من هو المفعول به؟ المفعول به هو اللي يجي ورا الفعل. هذا وين توك ياخذ؟ هذا وين بيكتشر؟ يعني ياخذ صوره. صارت the lady got her a picture taken، والفعل ما تسويتها taken. تعالي لا تخاف اسرع لك يا النوم. الفاعل the lady نزلته ورا الاوف، نزلت الجوت لان هو قايل لي اياها، نزلت her picture وتيكن. طبعا هذا وين المفعول به؟ شلون عرفته مفعول به؟ لان ورا الفعل. اي شوف المفعول به يجيك ورا الفعل، ماذا تيك ياخذ؟ اي هذا وين البكتشر مفعول به. جبته خليته هنا. ادري بيك قاعد تسالني على هاي. وهاي تيك سويته تيك. السؤال ليش خلينا هير هنا؟ منين جبنا الهير؟ اكتب لي يمك ملاحظه. اذا كان الفاعل انثى، إذا كان الفاعل أنثى نضيف hair قبل المفعول به، قبل المفعول به. اكتب لي هاي يمك ملاحظ بس عبالك عوفك والله إلا خليك تفهم 70 مرة أعيد لك إياها. تعالوا جاي الجملة مالتي a photographer معناها المصور أخذ صورة للبنية، يعني أريد أقول أني تم تصوير الفتاة أو تم التقاط لها صورة. شو راح أقول؟ فوتوغرافر قلنا تنحذف ما لنا علاقة بها. طيب تك الفعل احنا نعرفها، a picture هي المفعول به. شلون عرفتها مفعول به؟ لأن جايت ورا الفعل. The lady الفتاة. أنا عندي القاعدة مالتي تقول فاعل وهاد وكذا. أول ما أستخدم الفاعل أجيب الفاعل the lady. أستاذ محمد ليش جبت الفاعل هنا؟ شلون عرفنا الفاعل هنا lady؟ ما أنا قايل لك ورا الأوف. يا من هي أوف؟ وراها اجاك الفاعل. خليناه بالبدايه. اختارينا جوات لان هو اصلا قايل بيها. هير بيكتشر المفعول به، هنا مو قايل لك ورا الجوات لازم اختار مفعول به، هذا وين المفعول به؟ جبت حطيت هنا بيكتشر، هير بيكتشر. والتيك تصريف ثالث للفعل، هذا وين مات للفعل؟ سويته تيكن تصريف ثالث للفعل. الهير ليش جبتها؟ لان ليدي فتاه، فانا حطيت لها هير بيكتشر يعني صورتها. إذا بعد كل هذا الشرح ما فهمت، لا هنا مصيبة. اثنين، احنا مو قلنا إذا كان الفاعل I نحطه نفس ما هو؟ صح. إذا الآي هذا وين جبته؟ أنا حطيته هنا بالامتحان، يقول لك يوز جيت، استخدم جيت. خليت الآي وفقا للقاعدة مالتي، ورا الآي شو يجيني؟ ورا الفاعل يجيني لو هاد لو جوت، هو قايل لي جوت، فأنا كتبت الجوت. وراها شنو؟ مفعول به. من هو المفعول به؟ اولا تعالوا خلينا نعيدها بعد مره ثانيه، انا هذا الموضوع لازم انبه عليه كلش واعيد اكثر من مره. السؤال I asked somebody to paint my room white off، يعني اني سالت شخص ما ان يصبغ الغرفه مالتي بيضه. somebody ask somebody قلنا نحذفها، ask somebody قلنا هات نحذف.
ask somebody قلنا تنحذف حذفناها بقى للفاعل أنا I somebody to هاي كلها تنحذف طيب لأن أنا كاتب لك إياها بالملاحظ طيب الفاعل I أنا فاعل paint يصبغ my room المفعول به شلون عرفتها مفعول به لأن جتك ورا paint white off يعني بيضة هاي التكملة أنا ما إلي علاقة به طيب أنزل الفاعل I أنا لأن ذكرنا إحنا أصلا ننزل الأنا فاعل إذا جاك I تنزله مثل ما هو أنزل الجوت ليش وفقا للقاعدة طيب ليش استخدم الجوت ما هو قال لي استخدم جوت المفعول به ورا الجيت شنو لازم أحط مفعول به من هو المفعول به هنا my room شلون عرفته مفعول به هنا لأن ورا الفعل paint تصبغ هذا الفعل جبته خليته هنا طيب ورا المفعول به لازم أخلي تصريف ثالث للفعل هذا وين paint سويته تصريف ثالث للفعل قلت له painted التكملة نزلتها مثل ما هي هذا جاي وزاري أكثر من مرة أربعة A photographer take a picture of witness هنا قايل لي شنو قايل لي witness يعني شاهد هذا رجل هسه يعني مذكر ايش راح اسوي اني A photographer تنحذف حلو الفاعل مالتي وين راح القى ورا اوف هذا وين اوف جبني هذا وين الفاعل خليناه بالبدايه هذا وين ذا witness خليناه وين بالبدايه ورا الويتنس ايش سويت اني ورا الويتنس خليت هاد استاذ ليش ما استخدمت جيت هو قال لك استخدم الهاف طبعا الهاف يعني قصده هاف ما انا عندك قاعده اعطيك القاعده قال لك لا هاف لو جيت طيب وراها ايه وين هي القاعده هاد مفعول به تصريف ثالث من هو المفعول به مالتي انا هنا ا بيكتشر الصور شلون عرفت هذا وين مفعول به لانه جاني ورا الفعل تيك ياخذ ا بيكتشر طيب قلت هاي ا بيكتشر والتيك سويتها تصريف ثالث صارت تيك استاذ هاي الهز منين جبتها عاد اكتبها يمك ملاحظة إذا كان الفاعل مذكر نضيف هز بس اكتبها يمك ملاحظة إذن صارت the witness had يعني معناها الشاهد التقط يعني المصور أخذ صورة للويتنس صار الحل معناها تم التقاط صورة للشاهد هيك طيب خمسة A photographer take her a picture كلها أسئلة وزارية يعني المصور أخذ لها صورة photographer الفاعل هذا حذفناه طيب بقى عندي took الفعل وhere picture المفعول به طيب من هو الفاعل هنا أنا مو عندي طيب أسنى أجانا هذا الفعل طيب عندي of لا ما عندي على مدى طلع الفاعل لا عندي of طيب ولا عندي اي انا طيب ايش عندي عندي هير اذا الهير راح اشتق من الهير شي شوف ملاحظه اللي قلت لك اياها قبل شويه شوفها الهير اشتق من عندها شي اذا هنا ايش سوينا اشتقينا منين من الهير سوينا شي هو قايل لي هاد الهير بيكتشر هي نفسها نزلتها مثل ما هي هنا ما يحتاج كش بس مجرد الهير بيكتشر اجيبها اضيف هنا والتيك سويتها تيك ان تصريف ثالث للفعل اخوان هاي المواضيع هي فهم ويراد لها هم قرايه يعني هم يراد لك تعيدها اكثر من مره اربع خمس مرات حاول تكتبها انت ظل تكتب اكتب السؤال واكتب الجواب مالته انت اكتبها ظل عيد بيها انا مو شويه تنطبع تحط ببالك يعني المصور اخذ لها صوره صار معناها هي تم التقاط لها صوره السادسه I ask somebody to cut my hair طيب هنا طبعا ask somebody to هاي كلها راح تنحذف ذكرنا لانها اصلا راح تنحذف طبعا الفاعل I انا نزلته مثل ما هو بدون اي مشاكل هو قايل لي استخدم have هو اي عادي هنا مثلا انا راح استخدم have اصلا هو الhave والgot نفس الشيء ماكو اي فرق اذا قلت have او got نفس الشيء I got او I have عادي تعالوا خلونا نحلها انا وياكم ايش نسوي اوف هذه خلونا نحلها انا وياكم طيب تعالوا يلا حلوها انتم والله وياي الفاعل اي انا نزلت اي ورا الاي لازم شو اسوي وفقا للقاعده هاف لو هاد لا انا راح اختار هاد اي هاد طيب ورا الهاد شنو لازم اخلي مفعول به من هو المفعول به هنا ماي هير اي هاد ماي هير طيب ورا المفعول به لازم اختار تصريف ثالث الكات هو نفسه الحمد لله
بدون أي مشاكل. فصارت I had my hair cut. I had my hair cut. يلا عيدوا ياي على ما تنطبع بلسانك حتى تصير عليك سهلة. I had my hair cut. يعني أني قصيت شعري, يعني أنا حلقت معناها. بس بس هاي موضوع بسيط والله يا أخوان. طيب النقطة السابعة يقول استخدم الجيت. هنا بهاي النقطة تعال حتى لو نحلها أنا وياكم أصلا ما عندنا أي مشكلة. طبعا هنا ask somebody هاي كلها راح تنحذف, حذفناها أصلا ما نحتاجه. طيب my father هو الفاعل أصلا, my father الفاعل, repair the broken, repair الفعل, و the broken window الشباك المكسور هو المفعول به. بكل بساطة جبنا my father الفاعل خليناه بالبداية بس هو الفاعل مالتي. طيب طبعا هذه حذفت من علاقة بيها, وانا اختار جيت لو ها لا هو قايل لي اصلا جوت, نزلنا جوت ورا الجوت مفعول به اللي هو the broken window وrepaired تصريف ثالث للفعل. نعيدها مرة ثانية يلا يا غوالي شو رأيكم حلها انا ياكم؟ انا صراحة يعني ما حبيت احط الحل بس بعد صارت يعني اريد احلها انا ياكم, ما اريد يعني نباوع الحل حتى نشوف انفسنا. طيب راح نتأخر يلا مو مشكلة همشي نفتح. طيب هسه هذا الجملة ماكو حل, هسه احنا ما عندنا حل, نريد نحلها انا وياكم شلون راح نحلها صح وبدون اي مشاكل. يلا تعالوا يلا حضر ترك وقلمك تعال خلينا نحلها وياك. طيب my father الفاعل جبتها طبعا لا تنسى ايها تنحذف كليتها. my father نزلتها مثل ما هي فاعل my father. ورا my father لازم شو اسوي انا؟ شو اختار؟ اختار هنا got. طيب ليش اختار حسب القاعده؟ ما انا حافظ القاعده my father got. طيب ورا got لازم شو اختار انا؟ مفعول به. من هو المفعول به؟ the broken window. استاذ انا شلون عرفت المفعول به هنا؟ repair يصلح, دائما اللي يجيك ورا الفعل هو مفعول به. my father got the broken window, يعني الشباك المكسور window repair اسوي تصريف ثالث للفعل, هي نفس مثل ما هي ري. اخوان سامحوني على الخط لانه والله ما متعود اكتب على السبوره البكيه بس هاي. وهذا وين الحل قدامكم. ثمانية السينجر مغني sang her a song, يعني مغني غنى لها اغنيه. شلون راح احل هاي الجمله بشكل صحيح وبدون اي اخطاء؟ شوف هاي الجملة ونقعد نحل أنا وياكم. طيب نجي هنا طبعا يعني اشتق الفاعل. شلون اشتق الفاعل أنا؟ شلون اشتقه؟ اشتقه هير. ما احنا ذكرنا إذا عندنا هير لازم نحط شي هنا, الهير تتحول المن إلى شي. ورا الشي لازم شو أسوي أنا؟ أختار لو هاد لو جوت. هنا راح أختار هاد لأن هو أصلا حاط لي إياها شي هاد. طيب ورا الهاد لازم شو أسوي أنا بالقاعدة؟ هاي وين هي القاعدة مالتي؟ ورا الهاد شو خليه مفعول به؟ طيب شي هاد طبعا هنا المفعول به يجي ورا الفعل سينج يغني سونج, اذا راح اختار هير سونج. زين عيني ورا الهير سونج لازم اختار تصريف ثالث الفعل السينج. شنو تصريف الثالث مالتها؟ سونج. بس احنا حليناها انا وياكم هيك تحل. هذا من الحل قدامك. الشي الفاعل اشتقيناها من الهير, الهاد هو قايل لي اختارين الهاد, وهير سونج التصريف المفعول به. شلون عرفت المفعول به؟ لان جانا ورا الفعل والسينج هذا وانا يغني سويته سونج. تسعة بوب اسك سمبدي تو. اسك سمبدي هاي كلها تنحذف, خلصنا من عدها. طيب بوب ريبير ذا واشنج ماشين. طبعا ذا واشنج ماشين المفعول به. شلون عرفت المفعول به؟ لان جايك ورا الفعل ريبير. طيب الفاعل مالتي هو بوب نفسه. استاذ شلون عرفت الفاعل بوب؟ طيب هنا عندك هير؟ لا. عندك اوف؟ لا. ماكو غير هو بوب ينزل مثل ما هو. فجبنا البوب خليناه بالبدايه. طيب راح استخدم جوت لان هو اصلا قايل لي هنا. واشنج ماشين المفعول به. ورا المفعول به واشنج ماشين المفعول به. ورا المفعول به اخلي تصريف ثالث الفعل وهو ريبير. طيب نجي على هاي الجملة وزارية أيضا. My mother asked somebody to paint the house, يعني أمي سألت شخص ما أن يصبغ المنزل. هاي الجملة اللي بعدها هاي عفوا ما ترجمت لكم إياها. بوب سأل شخص ما أو طلب من شخص ما أن يصلح الغسالة washing machine. الحل صار بوب
got the washing machine repair. يعني الغسالة مال بوب تم تصليح. هيك معناها يعني. طيب رقم 10 أجي. طيب ask somebody هاي كلمة الحذف. الفاعل مالتي هو my mother. My mother أو my father تنزل مثل ما هي. طيب أستاذ ليش ما جبنا غير فاعل؟ منين نجيب غير فاعل؟ عندك هير هنا؟ لا. عندك of؟ لا. فش راح تسوي أنت هنا؟ راح أجيب my mother تحطها بالبداية الفاعل. ورا my mother اختار goat. ليش اختاريت goat أنا هنا؟ هو أصلا هو قايل لي goat. طيب ورا الgoat أنا إيش راح أسوي هنا؟ راح أختار المفعول به وهو the house. شلون عرفت the house مفعول به؟ لأنه هو أصلا هنا عندي هذا وين جاني وراء الفعل وpaint صايرة painted. أخوان بالنسبة للميك شو وقت نستخدمها؟ هسا راح أقول لكم شو وقت نستخدم الميد، شلون نستخدمه وشلون نميزها طبعا.